ومن ولاية جيجل إلى ولاية الإمسان، حيث تجد العديد من العائلات الإمسانية راحتها ومتعتها عند زيارة حديقة التسلية الواقعة على ضفاف سد بغرارة بمغنية، كونها المتنفسة الوحيدة لهم في ظل غياب مرافق الترفيه بالولاية. فاطمة سراء جوال وحميد عودي أعدت التقرير التالي. حديقة التسلية الواقعة على ضفاف سد بغرارة بمغنية ولاية تلمسان، متنفس الوحيد لسكان المنطقة لانعدام فضاءات الترفيه بالمدينة الحدودية. وليداتنا يلعبوا، احنا مجمعين في راحة، ورحنا نرميو عينينا غير في الخضار وغير في هذا. ما شاء الله، الله يخلي لنا بلادنا كما راها. شابة بزاف، كي هي كي وليداتها كي ماليها كي كل شيء، الحمد لله. ما كاش كيما بلادنا بنتي، والو والله ما كاين كي بلادنا. الحديقة مخصصة للعائلات فقط، فهي مقصد العديد من الزوار من مختلف بقاع الولاية وخارجها لأجل التمتع بجمال الطبيعة وزرقة مياه السد، كما تشكل فرصة لاحتساء كوب من القهوة تحت ظلال الأشجار. زيدوا يطوروا اكثر من هاك، سورتو بور لي زونفون، باش يديروا الكازون، يديروا باش البز كي يطيح ما يتأثرش. نقدروا نقول إمكانيات محدودة اللي يقدر هو يديرها، نقدروا فاسون دو دير بالحديد جهد التعب واللوح. المناظر حقيقه ملاح، والامن كاين، ولم يجوا هنا غير عائلات محترمين وكل شيء. سواش هو نقولوا مازال ناقصه.